ايضا من ضمن القواعد اللي وضعوها الطلاب البارحه عدم المقاطعه بالحديث. هاي القاعده من ضمن القواعد. ايضا الدخول والخروج باذن، وهي ضروريه جدا حتى بالمدرسه بهاي انه ما يجوز ان الواحد مثلا يدخل على كيفه او يغادر على كيفه، اقل ما فيها احترام لكل الموجودين انه يطلب اذن. انا الان عم ترتب